سمعت واحد اسمه أبك الجزائري، هذا بيعجبني جدا، في بيعجبني في دائما تفسيره ولفظه ولطف كلامه، ده بدي تسمعه في تعرفه. بيحكي عن الذهب الحلي للنساء، بقول لك انه هذا مهما كان الحلي للمرأة سواء كان لبسته في مناسبة يعني بالسنة مرة مرتين ثلاثة وعندها لا يدفع عن الزكاة، بس بالوقف مستنى ما تقول ما تاخذوا مني تقولوا خلاص وهذا اللي كان يدفع ويصير يقول لا 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 وغش لفلان لا خلهم، ولكن برضو إذا دفعت الزكاة خير، وصدقة دفعت عنه كما يقول بعض العلماء، قال ولكن قال بعض الصحابة والتابعين والتابع وعزمة إنه كثير منهم قال إنه لا زكاة، وسمى بعض الأسماء إنه لا زكاة للحلي، ما دام تتحلفون زي المتاع، زي عنده فرش في البيت، عنده سجاد، عنده كلمة، هذه المرأة يعني كأنه هذا نوع من أنواع اللي تستخدمه ويلزم إله. فشو رأيك في كلام وكلام لطيف؟ قال لا لا تقولوا أنا والله اللي غيري تحكوا عليه، ولا تقولوا والله فلان قال لازم تدفعوا الزكاة وأنا بقول ما تدفعوا ما فيش عليه، وقت ما بقولش أنا بقول لا تجب عليه الزكاة، أما أنت إذا وجبت نفسك ودفعت والله هذا خير، وبس لا يلتبس عليك أمره تصير تحمله على اللي قال أو لا. فهذه يعني نفس الكلام هذا اللي تلفظ فيه وعجبت فيه جدا، طبعا جابه صيغة أحسن من اللي حكيته وأنا عم رأيك فيما قاله الشيخ أبو بكر الجزائري. رأيي أبو عدنان معروف أول، لا طريقة ما بحكي عن الحكم، أنا شو بيهمني طريقة، شو بيهمني الأسلوب العدل إذا كان بيرضي الفريقين ولا يأتي بالدليل الشرعي المصرح بأنه هذا الذهب مستثنى من كل ذهب وأنه ليس عليه زكاة، هذا من جهة. من جهة أخرى بغض النظر عن أحاديث المصرحة بأنه يجب الزكاة على حلي النساء، وأن الرسول لما سأل المرأة تخرجين زكاة قال لا، أجاب عليه السلام بأنها جمرة من نار. فأنا ما بيهمني الأسلوب مع تجاهل الغاية، لكن إذا انضم حسن الأسلوب إلى صحة الغاية فهو أسمى ما يمكن أن يصدر من عالم. أما كلام جميل كلام معسول ولكن ليس تحته دليل شرعي يلزم لما يقول، هو يتكلم في هذه المسألة كما يفعل دكاترة آخر الزمان، يعني بيعرض الأقوال المختلفة المسألة الواحدة وبيقول ولكل وجهة، بيخليك بقى أنت بتاخذ بها الرأي، هذا بياخذ بها الرأي، وكلهم من رسول الله ملتمس هكذا يزعمون، شايف؟ أو على سبيل النكتة وهي خاتمة الجلسة، زعموا بأن أحد المفتين اقتضى له سفر فخلف بديله ومكانه والده وهو جاهل، نصب مكانه بغيبته يفتي الناس، قالوا يا أبي أنا رجل جاهل كما تعلم، قالوا أنا بدلك على طريقة